يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي ولدان أحدهما عمره 16 سنة والثاني 13 سنة، يتعب والثاني 13 سنة وراه 13 سنة، لا العكس 13 سنة، هي نعم هي. يتعبانني في قيامهما لصلاة الفجر حتى تفوتني تكبيرة الإحرام، ويتعمدان أيضا ترك سنة الوتر وسنة الفجر، ويقول لي الكبير منهما إنها ليست واجبة فلا تلزمنا بها. السؤال: هل أتركهما صلوها أم لم يصلوها، أم ماذا أفعل حفظكم الله؟ الفريضة المهمة، الفريضة لا تفوتهم الفريضة، هذا ألزم شيء وأهم شيء. أما الرواتب فإذا أدوها فهي زيادة خير، وإذا لم يؤدوها فلا تلزمهم، لكن عليك بالصبر عليهم وإيقاظهم مبكرين، أيقظهم مبكرين حتى يتمكنوا من راتبة الفجر ومن إدراك الجماعة. نعم.